إذا للحديث عن التطورات الليبية السياسية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نزار كريكش الباحث والكاتب الليبي. دكتور نزار مرحبا بكم. يعني المشاركون في الاجتماع التشاوري للنواب الليبيين في طنجة أعلنوا عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة تغدامس الليبية، ماذا تعني هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الخطوة مهمة، تعني أن هناك شرعية في البلد، وأن الانقسام كان حاصل في مجلس النواب بين الشرق والغرب أصبح مجلس النواب شرعية واحدة، وبالتالي هذا سيتطلع يعني سيتداعى أو يعني سينعكس على البلد في وجود قوة سلطة شرعية. هذه السلطة الشرعية من المفترض أنها ستسعى لتقديم حل وتسعى رؤية للبلد، فنعلم أن هناك رؤى أخرى أو مسارات أخرى مثل مسار الأمم المتحدة اللي يحاول إعادة المجلس الرئاسي، لكن من بيان مجلس النواب من الظاهر أن هم يريدوا أن يمضوا في حل كامل للبلد وشامل من خلال الدستور ومن خلال الانتخابات. فهنا يعني الخطوة جيدة، والخطوة تعيد الشرعية وتعيد توازن المؤسسات، ولكن هناك تساؤلات كثيرة. هذه التساؤلات هي وجود مسارين الآن، مسار حوار تونس ومسار مجلس النواب. هل هناك تكامل بين هذين المسارين أم أن هناك مغالبة بين الطرفين؟ هذا أمر طبعا سيزيد من تحصيل المسألة، إلا أن يكون هناك تفاهم من المحاورين في تونس، لأن هذه سلطة شرعية على الأقل هي أقرب للانتخابات منها من حوار مسار حوار تونس، لأن حوار تونس عبارة عن اختيار من البحث الأممي وليس لهم أي شرعية انتخابية. النقطة الثالثة اللي هي ممكن يعني ننتظرها من هذا الحوار هو القرارات التي تنشأ من مجلس النواب. الكلام جميل والبيان يعني واضح فيه روح الوطنية والحماسة من أجل حل المسألة الكبيرة، ولكن طبعا دائما التعويل على الأعمال، إن هناك الآن بعض المعارضين من مجلس النواب نفسه، ودنا نسمع بعض الكلمات التي يعني تعكر هذا الصفو وهذه الحماسة في مجلس النواب. سيكون عليهم أن يتخذوا قرارات جريئة ويقودوا البلد نحو الاستقرار، وأن يستشعروا أمانة القيادة في البلد في هذه المرحلة. هناك طبعا كذلك خلل مؤسسي عليهم أن يعالجوا، فمهامهم كثيرة، ولكن هي خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح. دكتور، اتفاق مجلس النواب اليوم وبالتالي انهاء انقسامه، الا يمكن ان يتعارض مع ما انجز في اجتماع تونس؟ هذا النقطة اللي هي محل تساؤل، لان الان الجميع متفق على ضرورة الانتخابات، ولكن حوارات تونس صار الانتخابات ستكون في نهاية 24 ديسمبر. لكن مجلس النواب غير متحمس لمسألة مجلس رئاسي جديد. وهنا تبدو نقطة مهمة جدا، وهي أن عقيلة صالح اللي هو حيكون رئيس مجلس النواب مرشح أن يكون رئيس مجلس الرئاسي، بهذه الطريقة وبهذه الخطوات من مجلس النواب ستقطع الطريق على عقيلة صالح ومشروعه. بالتالي هنا يضرب حفتر في ضربة قوية سياسية. كيف ستكون ردة فعل حفتر؟ لأن كانت الإمارات ومصر تعول على عقيلة صالح لأن يكون حصان طروادة الذي يدخل نبيل السياسة في ليبيا. فإذا ما اجتمع مجلس النواب وأصبح مجلس النواب سلطة شرعية، ومن الظاهر تماما أن عقيلة صالح لن يكون رئيس المجلس النواب، وبالبداهة لن يكون رئيس مجلس الرئاسي، لأن مسار المجلس الرئاسي الجديد سيتوقف على الأقل بعد اجتماع مجلس النواب. فنحن أمام مسار جديد، لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول أن هناك تكامل بين حوارات تونس وما يقوم به مجلس النواب. دكتور، موضوع اختيار مدينة بنغازي لتكون المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب، هل سيساعد في تسهيل رأب الصدع بين الأطراف؟ لا، هو طبعا مسألة أن الجلسات في بنغازي وأن هو المكان الدستوري هي بس فقط هذا كان من الإعلان الدستوري من أيام من الثورة، يعني الإعلان الدستوري اللي أصدره المجلس الوطني الانتقالي. ففي بيانهم اليوم فقط أرادوا أن يوضحوا أنهم سيجتمعون في غدامس استثناء وضرورة، وليس ذلك يعني تعديا على الدستور، ولكن لن يجتمعوا في بنغازي لأنه معروف الوضع في بنغازي لا يحتمل كثير من أعضاء مجلس النواب الذين وقفوا في وجه حفتر أثناء العدوان على طرابلس. هنا دكتور، ماذا سيترتب على التئام مجلس النواب الليبي؟ يعني ما هي الخطوات التي يجب إنجازها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا؟
يعني هو أول مهمة يعني هي الآن هم أن يعيد الشرعية، أن يجتمعوا، أن يكون للبلد سلطة تشريعية، وهذا طبعا سيعيد توازن البلد، لأن السلطة التنفيذية تغولت، ونعلم أن هناك صراع مرير بين مؤسسات الدولة في طرابلس، وهذا مزعج تماما، لأن ليست هناك سلطة رقابية، وليست هناك على الأقل أي محاولة لإحداث توازن ورقابة على هذه المؤسسات. وعليهم كذلك أن يعدوا انتخابات، وكذلك هناك قانون الاستفتاء على الدستور، الدستور جاهز، وعلى الأقل يعني مضيف المسار الدستوري والمسار الانتخابي. رابع شيء الأهم من كل ذلك أن نضمن لأن لا يقلب على الطاولة أحد، يعني يأتي حفصر ويغزو طرابلس ولا يقلب الطاولة يعني بعمليات عسكرية. فبالتالي إذا وجدت سلطة تشريعية وأنعشت الدولة الليبية واستطاعت هذه السلطة التشريعية أن تعيد يعني على الأقل لملمت العلاقات الخارجية الليبية بحيث تكون إيجابية وفاعلة تمضي في مسار بين الدولة، فهذا المهام كلها جسام كبيرة، لذلك الإنسان يحتار هل هي فعلا صاحب الضمير. ونتمنى ذلك بأن يكون هؤلاء أعلنوا أخيرا أن يكونوا قادة لهذا البلد الطيب. دكتور، يعني نحن نتمنى لليبيا وشعبها الخير والسلام، لكن هل هناك ضمانات لعدم عودة الليبيين لنقطة الصفر، وما المطلوب للحفاظ على ما أنجز؟ طبعا لا تنسى أن تو الآن مثلا عشان نفهم المشهد، يعني مثلا حوارات تونس هي تصب في المصلحة الأمريكية في النهاية، لأن أمريكا تريد الانتخابات ولا تريد يعني حفتر ولا تريد روسيا، فبالتالي تريد إيجاد جسم جديد يمكن التعامل معه وتمضي الانتخابات بشكل سريع، بينما ابعاد عقيلة صالح وعودة مجلس النواب قد يصب في مصلحة بعض الدول الأوروبية خاصة بريطانيا. تركيا الآن هل هي راضية عن هذا المسار أو هذا المسار أو المسار الآخر؟ ما هو موقف روسيا؟ فبالتالي أنت الخيارات التي تؤخذ هي لها خلفية في الصراع الدولية. حجم التناقض الذي يحدثه تعدد المسارات سينعكس عليه تناقض في مصالح الدول، وهنا ممكن تأتي من السيناريو الأسوأ، وهو أن يصل التناقض بين هذه الدول إلى نقطة لا يطمئن فيها كل الأطراف أو بعض الأطراف على مصالحه، فبالتالي ندخل في صراع مسلح. لكن هذا ممكن أن لا نصل إلى هذه النقطة إذا كان فيه فعلا حوار وجمع بين المسارات وتعدد اللقاءات والاستشارات، علذا لا نصل إلى تلك النقطة. الدكتور نزار كريكش الباحث والكاتب الليبي، شكرا جزيلا لكم.